سلمي عليه امي. يا خالتي اهلا حبيبي. ايه القمر ده؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انت ازاي اتجوزت الراجل اللي جوه ده؟ نصيب الاسود. طلعت الناس في البيت. طب انت داخله ليه الصراحه يعني؟ لا بجد والله. بقول لك ايه؟ ها؟ لا بس بسم الله ما شاء الله عليكي، ما شاء الله بجد، ده انت ما شاء الله حلوه قوي قوي ما شاء الله. اه والله. ده ايه حبيبتي ازاي؟ حب ولا سالونات ده؟ نصيبي. كان سالون. طب سالونات ولا حب؟ بيقول لك صالونات ولا حب؟ يعني حب مصلحة؟ يا ماما افهمي، صالونات دي يعني حب مصلحة ولا حب بجد؟ لا 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 لا، يعني هو شافك يتقدم لك ولا انتوا كنتوا بتحبوا بعض وبتخرجوا وكده؟ لا لا، شافني تقدم. طب وانت يعني عملتي في نفسك كده ليه؟ اكيد انا عملت حاجة في حياتي، اكيد حاجة غلط عملتها في حياتي. واحدة كاتبة لك النصيب الأسود. اه النصيب الأسود.